سنقوم بتشغيل في هذا الموقع، يعني موقع راه بسيط، كدير اليوزر نيم والجيميل وكلمة المرور وتضغط على يسجل. سأسجل. طريقة راه بسيطة في التسجيل، وراه الموقع سهل ومجاني. هنا ملي كتجي تسجل كدير الجيميل، كدير كلمات المرور. طريقة بسيطة باش كتسجل، كيظهر لك بهاد نترجمو باش يبان لك داكشي مزيان اخوتي. طريقة راه بسيطة، نقوم بالترجمة. هنا كيعطيوك واحد المكافأة التسجيل، هنا كيعطيوك مكافأة، هاد المكافأة كيعطيوك هنا، يعني الموقع راه مجاني. كتجي نتا لهاد الشجرة وتضغط على الشجرة، ثم كل ساعة كتجي كتضغط هنا على هاد الخانة هادي وكتفعل ساعة بمكانة. كل ساعة بمكانة كيعطيوك 60 تفاحة، وركزوا معايا مزيان، 60 تفاحة من هذه الشجرة مجانا. كل ساعة كتجي كتضغط هنا كتدي التفاحة. كاين هنا فران الخبز، هاد التفاح هذا كتجي هنا الفران، هنا نضغطو إلى فرن، هنا باللغة العربية باش يفهم كل شيء. طريقة بسيطة، الفرن يخبز الخبز. هنا كتعدل الفطائر، تضغط هنا على جمع، هنا هاهي وغادي نضغطو على هذه. كل دقيقة كتعدل، أنا قمت بالتعديل، تضغط هنا كتعدل، ها كتعدل. دابا أنا عندي جوج قطع من الخبز، ها كيبدا الوقت يحسب لي مدة كل دقيقة كتدخل كتعدل. تفاح هي عندي 108 تفاحات ومعدل جوج الخبزات. هنا كتجي هنا البلاصة ديال البيع، كتجي هنا نترجمو الترادكسيون. عندي الهاتف ما دابا وسعت منو تراديكسيون، غنضغطو على الخبز بيع. هنا كتبيع، يمكن لك تبيع الخبز من هنا. غادي نديرو ترجمة من هنا، كيمكن لك تبيع، إلا بغيتي تبيع كتبيع. دابا أنا هنا عندي جوج، غادي ندير طالب البيع، هاهي غنضغط على هادي، قمنا بالبيع. نشوفو شحال عندنا الرصيد، غادي نجيو هنا نمشيو لوسائل الدفع. هنا كاين وسائل الدفع خلينا الترجمة، وغادي نجيو لهنايا من هاد ثلاثة النقاط هنايا، غنضغطو على سنقوم بضغط هاد ثلاثة النقاط، ونضغط على الانسحاب، ينسحب. كاين هنا طرق الدفع، أنا عندي صفر، عندي 0.1، يعني باقي ما نسحبش، يعني مريتي تسحب هنا. بالنسبة أنا جربت على باير، كاين بايبال، كاين باير، الغير موجود، باش نكونو في الواجهة. هنا يمكن لك تسحب على بايبال أولا بيرفكت موني، وهادو ما عرفتهمش أخوتي شنو هما، نقول ليكم. هادو باي بال كتسحب ابتداء من 5 دولار، من 1 دولار حتى 5 دولار. حنا غادي نشتغلو بالمجاني، لن نخسر شيئا، غادي حنا خوتي ما غنخسرو والو. هنا لا بغيتي الرابط ديال الإحالة كتجيني هنايا، وهذا هو الرابط الإحالة، كتشاركو مع الأصدقاء. يعني يمكن كل نهار تدي 3 دولار. تصور انت كل ساعة كتجي تعدل. دابا نرجعو للفرن ديالنا ونشوفو هل قام بتعديل التفاحة. ها هي احنا دينا غنولي ونقومو بالتعديل مرة اخرى، نضغطو مرة اخرى بهذا الشكل. هذا هو بدا يعدل معنا، وعدلنا واحد الخبزة، يعني نطهي الخبز ونستفيد. هذا الشيء يعني راه مزيان، الا كان كيدفع راه جميل. هنا ما غنخسروا والو، ما غنديروا لا ايذاء، بدون اشياء، بدون رسوم، ما عندنا ما نخسروا. غادي نحولوها ونشوفوا شحال يرجع عندنا هنايا. قمنا بالبيع، وغادي نمشيو للرصيد،
ونشوفو شحال رجع عندنا في الرصيد. نمشيو للانسحاب، عندنا دابا وصلنا 0.0016. يعني إذا طبقتي هذه القضية ديال كل دقيقة تدخل وتخبز الفرن وتخبز في الفرن بهذه الطريقة هذه راه غتنجح. يعني دابا بقى عندي هنا 84، يعني من دابا ساعة ما كان جبر عندي 60 كما ترون. غادي ننتظروا ونشوفوا يعني هادشي اللي كاين اخوتي، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. المهم حنا كنحاولوا نجيبوا لكم شي حاجه مجانيه، وارسلوا لي واحد الصديق كنشكره بزاف لانه كيشارك معنا المواقع الجميله والمجانيه، ونحن دائما نستخدم بالمجاني. نرجو اي احد ان ينصب عليه في الموقع. وكاين الا بغيتي ندير لكم الصفقات البينونس، مرحبا، نديروا اعلان لمحفظه البينونس. يعني هاد العملات كاين عملات رقميه، اللي بغى يدخل راه كاين الجروب في تيليجرام، مرحبا بكم. اللي بغى يدير الصفقات الناجحه مرحبا والف مرحبا. وكنتمنوا الفيديو يروحكم وتبارطاجيو الفيديو. غادي نوليو نضغطوا هنا على واحد ونشوفوا، نقوموا بالتعديل مرة أخرى، نقوموا بالتعديل مرة أخرى. يعني كنظن 15 ولا 20 هما اللي كيقلك تعدل. غادي نمشيو للساحب من هنا. يعني أنا ما كنقول حتى شي واحد ما يدير شي إيداع ولا شيء من هذه الأشياء. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. وكنتمنى الفيديو ما يكون